بس قبل ما نروح للدكتور مخ واعصاب لازم برضو نمر على الدكتور النفسي. ليه؟ لان احنا تعبانين نفسيا، احنا مش متظبطين، كلنا عندنا ضغوط شبه يوميه. يعني كنا زمان لما يحصل مشكله كل فين وفين يبقى عندنا ضغط، لا دلوقتي احنا عايشين في الضغط النفسي ده 24 ساعه. عشان كده نروح مع بعض دلوقتي اول حاجه قبل ما نروح للمخ والاعصاب نروح للدكتور النفسي. معانا على التليفون الدكتور علي عبد الراضي، استشاري العلاج والتاهيل النفسي. ازيك يا دكتور علي؟ اهلا وسهلا بيك وكل الساده المتابعين، يا رب تكونوا بخير وصحه وسعاده وهنا يا رب. يا رب، اللهم امين يا رب. دكتور علي، احنا ليه تعبانين نفسيا كده طول الوقت؟ ليه مزاجنا طول الوقت مش طبيعي؟ يعني ليه اليوم ال 24 ساعه ما بيعديش عادي كده؟ لازم يبقى اوله مود واخره مود؟ ايه اللي بيحصل لنا اليومين دول يا دكتور علي؟ طول عمرنا عارفين ان الانسان مشارك جدا مع البيئه، زي ما احنا بنأثر في البيئه ببعض الملوثات كذلك الامر البيئه بترد علينا. في السنه في فصول من ضمنهم فصل الشتاء، فصل الشتاء ده بيأثر على الحاله المزاجيه، وعشان كده منظمه الصحه العالميه بتقول ان فصل الشتاء بينتشر حاجه اسمها الاكتئاب الموسمي او الاضطراب المزاج الموسمي، اللي في الناس بتشعر ببعض الاكتئاب او الاحباط احيانا. يعني ده في بداية الشتاء، يعني بداية الشتاء دايما بيبقى فيه الاضطراب اللي هو الاكتئاب الموسمي اللي هو احنا داخلين في الشتاء. بالضبط. لا، واحيانا كمان بيبدا معانا من الخريف، من وقت تساقط الاشجار والدنيا بتبهت وتقلبات بيبدا معانا بالخريف ويدخل كمان مع الشتاء، ياخد موسمين كده، هو تحس ان هو ايه مقاتل شويه. ولكن كمان ده بيأثر بشكل مباشر على حاجه بنسميها الامراض السايكوسوماتيه. على حسب تصنيفات منظمة الصحة العالمية في الدلاء التخصصية والإحصائيات بتاعتها بتقول إن معظم الأمراض العضوية هي في الأساس ذات منشأ نفسي، يعني أول ما الإنسان زي ما أنت بدأت الحلقة وقلتي وده بيسموه سايكوسوماتيك. السايكوسوماتيك ده حد زي ما أنت بدأتي يزعل شوية، يتأثر شوية، ما عندوش وقت يفضفض مع حد، يفتقد المعنى في حياته، بعض الخسائر المترددة بيحسب لها زيادة عن اللزوم. أيوة. ما عندوش حالة فضفضة مع الناس. ما بيبصش على النظرة الإيجابية. وده احنا دايما بنقوله الجزئين الأساس في الموضوع، حاجة خارجية وده اللي عرفناه اللي هو اضطراب الموسمي بتاع الشتاء. طب والداخلي بقى؟ الداخلي هو أصعب، الداخلي ده معاك طول السنة. بنسميها مواجهة الأفكار السلبية. احنا ما عندناش قدرة على مواجهة ذاتنا أو الصورة المصغرة لينا. لما بنيجي نقعد مع نفسنا شوية، مش بس جلد الذات، يعني دايما بنقول للناس ما تجلدش ذاتك، ما تأنبش نفسك قوي. بس احنا طول الوقت كمصريين عموما يعني بنحسب الحسابات كتير فعلا، يعني بنقعد نحسب الحسابات طول الوقت. تلاقي مثلا الأم شايله هم جواز بنتها، هجيب ايه واجهزها ازاي واجيب دلوقتي حاجات واركنها والحاجات بتغلى، طب شقتها، طب يعني احنا طول الوقت كمصريين طول الوقت بنحسب الحسابات وده طبيعي. الاب طول الوقت شايل هم مستقبل ولاده، المدارس، الجامعات، هعمل ايه، اسوي ايه، فبيبقى احنا مضغوطين غصب عننا. وبعدين اكتر جمله بكرهها يا دكتور علي اكتر جمله بكرهها لما امي تقول لي يا حبيبتي يعني ما تضايقيش نفسك، سيبيها، يعني اللي يحصل يحصل. طب ما هو ازاي يعني احنا ازاي نتعلم ان احنا اللي يحصل يحصل، يعني ازاي؟ من كام سنه كان مو صلاح، محمد صلاح، معاه كتاب كده جميل جدا وهو رايح رحله طيران اسمها فن اللامبالاه. الله. ازاي يكون عندنا لا تكترث، لا تهتم بالاشياء الضاغطه. احنا بطبيعتنا كمصريين زي ما عندنا صمود نفسي قوي بيظهر وقت الشده، كمان عندنا الحاله العاطفيه وبتسبب لنا حاجه بنسميها الهساسه النفسيه. وبتكون زي ما الست المصريه قويه ومحاربه ومعافره ويضرب بيها الف والف مثل حول العالم. لكن كمان عرق الهشاشه النفسيه عندها واقع. فبالتالي ما بتعرفش تدخل في صدامات مع معركه الحياه او الكبد بتاع الحياه. طيب ايه المطلوب مننا خطوات سريعه؟ انا مش قد ان اواجه افكاري السلبيه، لان افكارك السلبيه او دوامه الافكار دي هي انت، فانت ما تقدرش تواجه انت. ودايما بقولها كل المحاضرات والملتقيات، اخطر حاجه على انت هو انت، انك انت في جزء منك، وده مش معمل، ده مش مرض، ده حاجه عاديه عند كل الناس، اللي هي اسمها صوره الذات، اللي هي عباره عن افكارك اللي اخر الليل وبتعمل لك بنسميها احنا الافكار الزايده،
الافكار الزايده دي لما تيجي انت تواجهها لازم تهرب منها، تهرب منها بطريقه الزجزاج، تقرا حاجه مسليه، تتفرج على مسرحيه مسليه، تكلم حد من اصحابك، تكلمي صاحبتك، تشوفي نماذج حلوه جدا تساعدك على الخروج من هذه الازمه. طيب يبقى احنا اول حاجه لازم نتلهي في اي حاجه، يعني احنا بنخلص اليوم كله بنبقى رايحين فعلا ننام، فكل الافكار دي بتبقى زحمه بقى هنا بيبقى في زحمه في المخ لدرجه ان انت فعلا تحس ان دماغك بتسخن. مش في ناس كتير يقول لك انا دماغي ببقى حاساها سخنه من كتر التفكير وبتنفجر كمان. يعني ما يعني لا سمح الله بنسمع عن السكتات الدماغيه دي كتير قوي اليومين دول. صحيح.